وهل الطهارة شرط من الشروط الواجبة لصحة السعي؟ إذا انتقض الوضوء أثناء السعي فلا يضر، لأن الطهارة ليست شرطا لصحته، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة حين حاضت إلا من الطواف، ما رواه مسلم. وروى سعيد بن منصور أن عائشة وأم سلمة من أمهات المؤمنين قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، فالطهارة سنة وليست واجبة. والله أعلم.